السلام عليكم ورحمة الله. عينة جبهة البوليزاريو محمد والي عقيق قائد أركان الجيش الصحراوي، وهذا بعد ما كان يشغل منصب وزير أول، وقبل منها كان وزير مكلف بالأراضي المحتلة وبالجالية في الخارج. ومحمد والي عقيق يعني عنده 71 سنة في عمره، يعني تربية العصابة الجزائرية غير الفيوات، لازم لي بيريمي. ما عليه، على كل حال ما همش في بزاف، 71 سنة في عمره، هو جد، عنده أحفاده، عنده كذا، ربي يعيشهم له ويعيشوا ليهم. ويعتبر هذا من المحاربين القاسحين كما يقولوا. سمعت باش نحى كوستيم تاع وزير اول ويرجع للتينا والصقري وكذا، سكينا شوفها. مع العلم انه محمد والي عقيق منذ الصغر ديالو هو محارب، حارب الجيوش الإسبانية حسب ما جاء في التعريف ديالو، وشارك في الحرب ضد الجيوش المغربية منذ 16 سنة. وباش يعني هذا تعيين جديد؟ كل ما يعنيه جاء على لسان براهيم غالي، الأمين عام تاع البوليزاريو ورئيس الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، جاء على لسانه يقول إبراهيم غالي نهار تنصيب محمد والي عقيق، يعني غير كيما نهار 6 نوفمبر اللي فات، يقول أنه جيش الاحتلال المغربي سيذوق مرارة الهزيمة التي مني بها طيلة 16 سنة في حربه ضد الجيش الشعبي الصحراوي للتحرير، جيش التحرير الصحراوي. هذا يدل على أنه بوليزاريو راح يشن هجمات من جديد، وراح يفتح يعني حرب جديدة، وهذا ما قالوا عليه كل حال، هذا ما نفهمه من كلام ديالو، خاصة وأنه تم الإعلان مؤخرا على تزويد البوليزاريو بسيارات توتيران تاع الصحراء اللي محتاجينها ديما في الصحراء من طرف الجزائر، أسلحة كذلك تم أعطيت للبوليزاريو في هذا الأسبوع. وهذا ما يخلي ملاحظين سياسيين ومحللين يقولوا أنه الجزائر باش تخلف الضربة تاع ثلاث مواطنين ديالها اللي ماتوا في بير الحلو، تستعمل البوليزاريو باش تنتقم من المغرب. وهذا يعني هذه أطروحة نقدر نصدقوها لسبب واحد، هو أن الجزائر كجزائر والجيش الجزائري باش يشن حرب على المغرب، كما قلت أكثر من مرة، ولا دولة راح توقف معاه، والدول العظمى ضد هذا الشيء، وهذا الشيء ما يتمش على الإطلاق، وزيد سيعتبر عدوان من طرف الجزائر على المغرب، وبالتالي يستعملوا البوليزاريو. ويا البوليزاريو يعني مش راهم قاعدين ياكلوا ويشربوا ويلبسوا بدرهم الجزائر، السلاح من عند الجزائر، يعني كل هذا من درهم الجزائر، دونك يستعملوهم كأداة باش يديروا حرب ضد المغرب، يعني فيها أموال جزائرية، أسلحة جزائرية، إلا الرجال يعني يكونوا من البوليزاريو ويقدروا يدخلوا في نص ما إذا كانش قيادات، ولكن ما مش محتاجين لهذا، يكونوا تاع البوليزاريو، وهذا تكون الحرب بالوكالة تاع
تتم الحرب بالوكالة. هذه هذا أسلوب يعني من الممكن جدا أن يتم استعماله ومن المحتمل. هنا كما قلت 99% ما تقدرش تكون حرب بين الجزائر والمغرب يعني يكون نزاع مسلح. نقول 99% قادر يكون نزاع مسلح بين البوليزاريو والمغرب. يعني البوليزاريو يبدأ يهجم برغم أنه يعني منذ سنة 1991 يعني كانوا وقفوا الحرب وأخيرا مؤخرا رجعت بشوية بشوية من الخطرة راح ترجع حاجة قوية. تبقى المشكلة تاع البوليزاريو هو أن المواجهة مش راح تكون مع جيش مغربي هكذا يعني أفراد ناس داخل. المغاربة راح يواجههم بأسلحة عصرية اللي هي الدرون طائرات بدون طيار، وهذا ما استعملوه ديجا أكثر من مرة وقتلوا حتى قائد الدارك تاع البوليزاريو. هنا تكون دعوة صعيبة بالنسبة للبوليزاريو، ولكن يقول لك ممكن جدا أن البوليزاريو يحصل على أسلحة ضد الدرون هذوما سواء من أفريقيا الجنوبية اللي تعتبر دولة تساند الجزائر في قضية البوليزاريو، وطبعا الجزائر قدرها تشري الأسلحة المضادة للدرون هادو وتمدهم للبوليزاريو. تكلف واش تكلف، تبقى يعني انه الجزائر راح تنتقل الى مرحلة اخرى في النزاع ديالها مع المغرب. لما قالوا لهم ما تمرش هكذاك، هذه مقتل 3 مواطنين جزائريين، يعني بلي راح تكون فيها يكون فيها انتقام. انتقام يقدر يكون في هذه الصوره كما قلنا. يعني درك اللي يقول لك لا هذا ما جبانا وما عندهم الشجاعه باش يواجهوا ديريكتومون، قالوا درك ما ننساش بلي الجزائر على راسها عصابات اولاد حرام. ما تنتظرش انت انه واحد حرامي يجي يواجهك دو مانيير لويال كما يقولوا، يعني قال هاي لي كذا. الحرامي يستعمل كل الاساليب كل الاخر. والشيء الجميل انه ابناء الجزائر، ابناء الجزائر، الدم الجزائري ما يسيلش على جال عصابة ولاد حرام. الدم الجزائري ما يسيلش لإنقاذ عصابة تاع ولاد حرام. تبقى العصابة هذه تعمل حرب بالوكالة على البوليزاريو، والبوليزاريو شغلهم ومساكن لا غالب عليهم حتى ما عليهم، ما عندهم ما يديروا. قال امشي امشي. دونك اسكو من بعد العسكر تاع البوليزاريو يديروا على الشيفان تاعهم؟ هذاك الشيء في بعضهم احنا ما دخلناش، انا شخصيا ما عنديش علاقة بهذا الموضوع، ما نتكلم في هذا الموضوع. وبين البوليزاريو والمغرب ربي سهل عليهم في بعضهم. المهم انه الدم الجزائري ما يسيلش، ثانيا انه ابناء الجزائر ما يموتوش من اجل عصابة حرايمية، والشعب الجزائري ما يصدقش اكاذيب وادعاءات عصابة حرايمية اغتصبت الارادة الجزائرية وحرم الشعب الجزائري من حق تقرير مصيره، وهما يدعيوا ويطالبوا بحق تقرير مصير 15,000 أو 10,000 صحراوي عايشين في تندوف. لو كان يطلقوا لهم يقول لهم خيروا تقعدوا هنا ولا تروحوا، يروحوا كامل. أما خير لو يعيش في هذاك الرملة تاع تندوف مسكين ما عندش حتى الحق يحلم بسكن، ولا يروح للعيون ولا يروح للدخلة ولا يروح للسمارة ولا يروح للصحراء الغربية، وهو يعود ساكن وعنده سكنة وعنده خدمة وعنده كذا. هذا إنسان هذايا، ماشي هذاك الجزائري يجي نفرض عليه إرادتي ونفرض. العصابة فارضة إرادتها كما فرضت على الشعب الجزائري، فرضتها على اللاجئين الصحراويين وعلى البوليزاريو، على قادة البوليزاريو. هذا الشيء مفروغ منه، شيء مفروغ منه. إذا كاين إيمان صح بحق تقرير المصير،
العصابة ما عندهاش الحق تكلم عليه، لأن العصابة هذه حارمة الشعب الجزائري من حق تقرير مصيره ومن حق انتخاب رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية، من حق انتخاب برلمان بطريقة ديمقراطية، حتى انتخاب مجلس بلدي شعبي ما عندناش الحق ننتخبوه بطريقة ديمقراطية. دونك ما همش أهل باش يتكلموا على حق تقرير مصير الشعوب. حنا نقولوا ربي يقدر الخير لبلادنا، وربي يصفي القلوب، وربي يبعد ولاد الحرام على بلادنا وعلى المنطقة كاملة وعلى كل الشعوب حيثما وجدوا، لأن ولاد الحرام بوندية ما عندهم صفواني لوا، ما عرفوا لا ربي، ما عندهم لا دين لا ملة. ربي قدر الخير بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.